ثاني والناموس للجميع كما نهني الشحانية بفوز موجب والمشاغب محمد بن خالد العطية. شونا القادم مشاهدي الكرام بصوت الزميل شجاع العتيبي. شكرا بسام الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية مع انطلاقة شوطنا الثالث للقايه الابكار لهجن اصحاب السمو الشيوخ والسعاده الكرام. انطلقت الاسماء والشعارات، اتقدم مباشره مع المركز الاول، الانطلاق الاول من العفريت هجن المرقاب خميس بن سعيد بن صالح الزرعي من يتواصل مع العفريت على اول الاسماء واول المراكز. المركز الثاني الوصول من زوما هجن المرقاب حمد بن سعيد بن محمد الحبسي من يتواصل مع زوما على المركز الثاني. النقلة إلى المركز الثالث الوصول من قبل الغارية هجن أم الزبار حمد بن محمد بن علي بن جرحب من يتواصل مع الغارية على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول من جمرة هجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشاواني يتقدم المرعب مع جمرة على المركز الرابع. والمركز الخامس الوصول والتقدم من قبل ذخر هجن أم الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلام الهاجري المحنك من يتواصل مع ذخر من تتسلل بدورها من الخامس إلى الرابع إلى الثالث إلى الثاني وفي طريقها إلى المركز الأول. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدين الكرام للخمسة الأسماء الحاضرة والمتواجدة، ولكن أعود مع الصدارة مع العفريت واندفاعة العفريت على أول الأسماء بشعار هجن المرقاب خميس بن سعيد بن صالح الزرعي من يتواصل مع العفريت وتحديات العفريت على أول الأسماء. المركز الثاني الوصول والقدوم من شور هجن أم الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة من يتواصل المحنك مع شور وانطلاقة شور على المركز الثاني. المركز الثالث ايضا الوصول من قبل ذخر هجن ام الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلام المحنك من يتواصل مع شور وذخر مع المركز الثاني والثالث. المركز الرابع التواصل من الزبارة هجن ام الزبار سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري الزعيم الحاضر والمتقدم مع الزبارة على المركز الرابعة. والمركز الخامس التواجد والقدوم من خامس الأسماء من تتقدم مع المركز الخامس الدانة هجن أم الزبار علي بن سالم بن علي بن متعب الصعاقة من يقدم لنا الدانة، ولكن غيرت أفعال هجن المرقاب خميس بن سعيد بن صالح الزرعي من يتواصل مع أفعال، ولكن أعود مع الصدارة أعود مع المركز الأول من غيرت مع أول الأسماء من اندفعت مع أول التحديات. هنا شور شور مع المركز الأول هجن أم الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري يقدم لنا شور مع المركز الأول. المركز الثاني الوصول والقدوم دوم من ذخر هجن أم الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة المحنك يتواصل بهذه اللحظات مع هذه الأسماء الحاضرة، ولكن الوصول غيرت بهذه اللحظات الزبارة هجن أم الزبار وسالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم يقدم لنا الزبارة، ووصلت في هذه اللحظات من تسللت وانطلقت مع المركز الثالث. وصلت هنا في هذه اللحظات جمايل هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري يتواصل مع جمايل، والوصول والقدوم من هذه اللحظات الزبارة هجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل برنس المضمرين يصل مع الزبارة على المركز الثالث. والمركز الرابع الوصول والقدوم من الزبارة هجن أم الزبار وسالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم يقدم لنا الزبارة مع المركز
المركز الرابع، المركز الخامس أفعال، أفعال مع المركز الخامس هجن المرقاب، خميس بن سعيد بن صالح الزرعي. ولكن أعود إلى جمايل، أعود إلى جمايل، انطلقت جمايل، هجن الشحانية تندفع مع جمايل، الذهبي سالم بن فاران المري، ينطلق الذهبي مقدما لنا جمايل، ولكن الزبارة واصلة مع المركز الثاني، الزبارة هجن الشحانية وجر الله بن محمد بن عقيل برنس المضمرين يقدم لنا الزبارة، ولكن جمايل هجن الشحانية الذهبي يقدم لنا جمايل، ولكن الزبارة واصلة هجن الشحانية البرنس جر الله بن محمد بن عقيل يقدم لنا الزبارة، جمايل والزبارة الأمتار الأخيرة، ولكن جمايل تهانينا والناموس لهجن الشحانية على انتزاع جمايل لناموس هذا الشوط، والذهبي سالم بن فاران المري المركز الثاني، الزبارة هجن الشحانية وجل الله بن محمد بن عقيل المركز الثالث، كانت ذخر هجن أم الزبار وعبد الله بن علي بن حمد بن سلام المركز الرابع، شور هجن أم الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلام المركز الخامس، الزبارة هجن أم الزبار سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على انتزاع جمايل لناموس هذا الشوط، وتهنئة للذهبي سالم بن فاران المري على هذا الفوز والانتصار، 6:05.40 تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللذهبي سالم بن فاران المري المركز الثاني، كانت الزبارة هجن الشحانية وجل الله بن محمد بن عقيل، 6:05.42 المركز الثالث، حلت فيه ذخر هجن أم الزبار وعبد الله بن علي بن حمد بن سلامة، 6:10.50 تهانينا والناموس للجميع.